السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نجرب معكم واحد التجربة. هانتوما إلا خسر لكم القشدة طلعت وبقيت كنضرب فيها وعاود نزلات، شو كيفاش ولات. المهم واحد شوية شكلاطة وشاط ليا، قلت نشارك معكم هاد التجربة حيت المرة اللي فاتت درتها بالحق ما صورتش، و المهم درتها عشوائية. دابا غنصورها معكم باش هانتوما إلا طرات لكم استفدوا منها. هانتوما غتشوفوا، شوفوا معايا ان شاء الله اشنو غادي ندير. غنشوف غنرجعها بحال البريوش ان شاء الله. كما قلت لكم هنايا كاين هذاك القشده اللي ما سبقاتش. غادي ندير واحد الفاني. دابا انا غندير وغتشوفوا معايا غنشوف، حيت المره اللي فاتت درت قلت لكم داكشي عشوائي. رجعتها كيكه بحال البريوش، جات سوينه. لكن دابا غندير لها هكا، غندير هاد الخماره كامله حيت راه الليل هذا مش بقى نتسنى. النافع والججلان، الملحه ما نساهاش، واحد الملحه. غادي ندير هاد الذرة، غير الذرة، دقيق ديال الذرة ديال كارفور. غادي نقص باش ما تخترش الذرة، باش ما يجينيش ناشف. غنكثر دقيقات اخرين، قد هكا ديال الذرة. غادي ندير قطو ديال الرز، دقيق الارز، واخا ما غربلتوش هذا، طحنتو طحنتو انايا البارح. وغندير شار ميكس بي، سمحوا لي شي مره ما كنوريش، ولكن كنمشي كنقول صافي راكم عارفين. ولكن كيجيني شي مره اسئله، قولي شنو هو شار بي اشنو شار سي. هو كاس هذا عامر بزاف، الا بغيتوا الحاجه تستق معكم من الاحسن هذا الدقيق المصنع يكون اكثر. وكاين شي مره غير الزهر، شي مره بلا دقيق مصنع كتجي الحاجه. غندير واحد البيضه، انا جبت جوج ولكن غندير غير وحده نشوف الخليط كيفاش داير. صافي غادي نشعل عليه النور. غنزيد واحد المعلقة ديال الكوك، دقيق الكوك، الخليط بالي راه واضح حتى بغيت نزيد الحليب، ولكن بالي الخليط واضح. أنا بغيت الكوك في المذاق ديال الكوك يجي سنين. صافي بعد ما تعجن، لكن بدلت هادي ديال العجانة حيت كنت دايرة أخرى ديال التراب. صافي هو التعجن، انا غنوريكم الخليط كيفاش داير. دهنت هاد المول، غندخلو الفران، دهنتو بالزيت. صافي غادي نفرغ فيه الخليط، ها القوام كيفاش جاري. صافي غادي نفرغو هنايا وغادي نخلي شويه يخمر ندخلو الفران. نغيروا المنظر، المره اللي فاتت درتو في قوالب صغيره، دابا غنديرو هنايا. صافي غنسرحو مزيان، نخلي شويه يرتاح، غادي نوريكم من بعد. غادي نسرحو غير شويه هكا، ندير شويه الحليب باش يتسرح ليا مزيان.
هاد حيت راه جاري صافي. غادي نغطيه السلام عليكم. دابا الصباح، البارح كان الوقت متاخر وما باش نزرب عليها ندخلها، قلت نخليها الصباح نشوف كيفاش غادي تصبح. انا يعني دابا غادي نشوف طلعات شي شويه، غندهنها دابا بيض البيض، ماشي بيض البيض، خلطته مع شويه الكاكاو، وغادي ندهنها بالجلجلان، شعلت الفران في نفس الوقت صافي، وغادي ندخلها ونشوفوا النتيجة كيفاش غتخرج. الشعار ديالنا وهو لا للضياع، ليش غادي نضيعوا هذاك الشيء؟ اي حاجة نقدروا نستعملوها نقدر نستعملوها، علاش لا، يكون الواحد شوية كرياتيف. كاين اللي كيرجعو تاني زبدة، اللي كيعود هكاك كتبقي تضربي فيه حتى كيعود زبدة، لكن انا ما بغيش زبدة. انا نيت كنت معولة هاد الايام حيت سالا ليا البريوش اللي صوبت اللي تشاكتو معاكم اخر وحدة كليتها ما عرفتش سيمانة هادي. ايوا اللهم نديرو بريوش، الزبدة راها موجودة، اللي بغاها الزبدة بلا تصنعي الدو يديرها، المهم هي فكرة هي ممكن. صافي ها هو درتو مزيان من الجوانب، اللي بغا يديرو الشكلاط يدير لي الشكلاط، انا عزيز عليا الجلجلان. انا كناكلو بالشكلاط، الشكلاط ما كناكلوش انا بزاف، ولكن البريوش كناكلو بالشكلاط، كندهنو بالشكلاط من الوسط نفتحو ندلي الشكلاط وكناكلو. دابا ندخلها الفرن. ها هو جبتهم الفران هانتوما تبارك الله زوين، انا غنقطعو معاكم تشوفو. غتشوفو جوج حوايج، هذا بدون جلوتين وهذا بالجلوتين، درت نفس الطريقه هانتوما تقريبا، راه بحال بحال ما كاينش الفرق. انا غنقطعو معاكم تشوفو، باقي سخون شي اللي بغي يحيد ليا من هانتوما من التحت محمرة، انا غنقطعها وتشوفوا بدون جلوت اللي بالجلوتين. ها هو بسم الله، هانتوما تشوفوا طري ها هي، شفتوا تبارك الله جزوين. هاهو زوين، ريحة النافع والجلجلان جات زوينة رائعة كيما كتشوفو. قرب الصورة، أنا مقطع معاكم حتى اللي بالجلوتين، حيت كاينين عندي مشاهدين بالجلوتين بدون جلوتين. نشوفو هادي اللي بالجلوتين، حيت هادي خرجتها هي آخر وحدة من الفران، بلاتي نشوفها تقيد من هنا. وها هي اللي بالجلوتين، تاهي تبارك الله زوينه هانتوما محمره من التحت، تاهي نقطع لكم طريف تشوفوها.
تبقى سخونه هكا تفتت. تبارك الله، نفس تقريبا نفس المنظر. اذا لا للضياع شعار ديالنا كما كنقول لكم. ها هما جاو زوينين، دابا غادي نفطرو بهم وسخان مزيان ملي خليتهم حتى الدابه.